السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ديما الأمور ديالكم تكون بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم، اليوم إن شاء الله جيتكم بروتين كله طاقة إيجابية إن شاء الله، تابعوه من الأول حتى الآخر. وإلا عجبكم أكيد تخليوا لي لايك ديالكم وتبارطاجيوه مع الأصدقاء. فبالنسبة لهذا الفيديو بصراحة درتو تحت طلب بزاف ديال البنات اللي كيخليو لي تعاليق وكيقولوا لي توحشنا الروتينات ديالكم، حتى الأخوات اللي كيصيفطوا لي في الانستغرام وكيصيفطوا لي حتى في ميسنجر. فكنقول لكم الهلا يخطاكم عليا وغير سمحوا لي، بالنسبة للروتينات كياخذوا الوقت باش انك تصوري الروتين ديال النهار كامل، فكياخذ الوقت في التصوير ديالو. داكشي علاش كنصور لكم وصفات وكنحطها لكم كل نهار، ولكن قلت ما فيها بس نصور لكم واحد الروتين ونبقى نحط لكم روتين كل اسبوع ان شاء الله. فكيف ما شفتوا معايا، اول حاجه غادي نشارك معكم ان شاء الله هي الوجبه ديال الفطور. فبصراحه ما حضرت حتى شي حاجه، طحنت غير شويه ديال العصير وقهوه. وحتى بالنسبه للفطور فانا شريت غير الباكيت، هو باش غادي نفطروا ان شاء الله هذا النهار. فبالنسبه للعصير فدرت عصير اللي ساهل سريع كيجي البنات لذيذ بزاف، ما فيهش كاع السكر ما درتوش. فدرت الحليب، درت جوج ديال البنانات، ودرت تقريبا واحد علبه ديال ياغورت الطبيعي. فبالنسبه لدانون ما كانش عندي دانون اللي فيه السكر، فكان عندي هذا في الثلاجه طبيعي وقلت ما فيها بس نديرو. درت صاشيه ديال السكر الفانيلا، ودرت حبه واحده ديال التفاح والحليب، وطحنت الكل. وكيف ما كتشوفوا معايا كيجي واحد العصير اللي كيكون خاطر وكيجي البنات لذيذ بزاف، وبصراحه راه كيجي حلو بهذاك البنان، ما كيحتاجش اننا نضيفوا ليه السكر. فحتى الاخوات اللي كيبغيو يضيفوا هكا السكر بالنسبه للعصائر فتقدروا تضيفوا فقط العسل بلاص السكر، هكا كيكون صحي لكم اكثر. صافي خديت هنايا كيف ما شفتوا معايا زليفات اللي درت فيهم المربى، درت زيت الزيتون والفرماج، ووحده اللي غادي ندير فيها التمر فاش كيكون عندي البنات التمر. فكيف ما شاركت معكم بزاف المرات فضروري الا كان عندي التمر او لا شي حاجه اللي كتكون بحال هكا في الفطور، فكنحطها دائما في الفطور ماشي في الكوتي، كنحطها في الفطور. فتا كنفطروا وكناخذوا هذوك الحبات ديال التمر او لا اي حاجه اللي كتكون هكا حلوه، فكتكون بصراحه كتكون واحد الحويجه اللي كتاخذوها كتكون صحيه ولذيذه بزاف. صافي حطيت هنايا بالنسبه لي انا، فدرت الحليب مع الكاكاو الحلو، والزوج ديالي فدرت ليه قهوه كحله مع الحليب. وهنا البنات كيف ما كتشوفوا معايا، فبعد ما فطرنا الحمد لله فدزت مباشره للمطبخ بعد ما قديت من طبيعه الحال البيت باش هكا نتفرغ فقط غير للمطبخ. فخديت هنايا كيف ما شفتوا معايا الدجاج، راني شاركت معكم الطريقه اللي كنغسل بها الدجاج هاد الخرفه وليت كنضيف عليها دقيق الفرص. بالنسبه للاخوات اللي ما شافوش الفيديو ديال الحيه المنزليه، فإلا بغيتوا تعرفوا التفاصيل فسيروا وشوفوا الفيديو اللي خليت لكم، غادي تلقاو الرابط ديالو في صندوق الوصف. صافي هنايا بعد ما خليته في الثلاجه حتى قطر و برد مزيان، فخديت هنايا البلاستيك الغذائي وكنبقى كندير كل طرف بوحدو في البلاستيك الغذائي، وهكا غادي نحتفظ به في المجمد وقت ما احتاجيت شي كميه فكنجبدها بكل سهوله. صافي هنايا نقيت كيف ما قلت لكم، نقيت هاد الحوته حتى هي ملي نقيت هذاك الدجاج وخليتها حتى هي تقطرات في الثلاجه وغطيتها بالبلاستيك الغذائي من طبيعه الحال باش ما تخليش ليا الريحه ديال السمك في الثلاجه. صافي هنايا غادي نطيبها ان شاء الله في الفرن بطريقه اللي هي عاديه ديال الحوت في الفرن، فكيجي البنات واحد الحوت اللي كيجي بنين بزاف ان شاء الله تعجبكم هاد الطريقه اللي غادي نقدم لكم اليوم. فدرت هنايا شويه ديال زيت روميه وزيت بلديه، ضفت عليهم واحد معلقه كبيره تقريبا ديال مطيشه ديال الحك، شويه ديال القزبر والمعدنوس، ضروري يكون المعدنوس اكثر من القزبر. صافي وضفت هنايا شويه ديال التحميره كتكون بزيت، شويه ديال الكمون ما تكتروش، وشويه ديال البزار، وشويه ديال الملحه. فما كثرتش هنايا الملحه لانني غادي ندير هنايا كيف ما شفتوا معايا عصير ديال الحامض، فعصرت هنايا نص حامضه. صافي ودرت الثومه محكوكه، فغادي نخلط هاد المكونات مع بعضياتهم حتى كينسجموا. ومباشره خديت هذيك الحوته اللي كيف ما شفتوا معايا، خديت واحد السكين وفلحتها باش هكا تخلي هذيك الشرموله في الداخل. غادي نخليها البنات واحد 10 ديال الدقائق باش تشرب ليا هاد التوابل اولا هاد الشرموله باش هكا تجيني فتيه وتجيني البنات لذيذه بزاف. صافي بعد ما دازت 10 ديال الدقائق لقيت اللي لقيت فيها الخضر اللي غادي ندير في هاد الحوته، فخديت هنايا. بعد مرات البنات كنحك مطيشه وبعد مرات كندير هاد الطريقه الا ما عنديش العواد ديال الكرافس اللي ندير في الاسفل، فكندير هاد الطريقه. فخديت مطيشه اللي قطعتها دوائر كيف ما شفتوا معايا كنزتفها في الاسفل، فواخا ما كتحكوهاش البنات فكتجي ديك الصلصه زوينه بزاف الا طابت لكم هاد الحوته. صافي استفتها كيف ما شفتوا معايا في الاسفل، كنحط عليها ديك السمكه ديالي. الا بغيتوا تعمروها فعندي هاد السمكه
كنت غادي نعمرها بالشعريه الصينيه، ولكن في اخر لحظه صافي قلت نطيبها كي لا بغيتو تعمروها بالشعريه الصينيه. فكديروا الشعريه الصينيه، كديروا ليها من طبيعه الحال الشرموله ديالها، وكديروا الزيتون اللي كيكون مقطع صافي، وكتعمروا هاد الحوته ديالكم صافي. بالنسبه للتزيين، فخديت هنايا شويه ديال البطاطا والفلفله في الالوان، درت عليهم شويه ديال الملحه والكمون، وغادي نزينهم من الفوق. فتزيين اللي كيكون بسيط بزاف، ولكن كيجي المنظر ديالها كيشهي. فغادي نكمل بنفس الطريقه، كندير حبه ديال البطاطا، حبه ديال الفلفله خضراء، حبه ديال البطاطا، حبه ديال الفلفله حمراء. وكيف ما قلت لكم ضروري انكم ديروا لهم الملحه والكمون باش هكايجيوكم لذاذين بزاف. وغادي نوريكم الطريقه اللي كنطيب بها السمك في الفرن، وكيجيو هاد الخضار طيبين ما كيقصحوش صافي. بالنسبه لديك الشرموله اللي بقات، فضفت ليها البنات غير ربع كاس ديال الماء، ما تكثروش من الماء لان مطيشه غادي تطلق لينا الماء صافي. وكنحاول انني نوزع هذيك الشرموله اللي بالماء، كنوزعها من الفوق ديال هاد السمكه. واخر حاجه كنزين بها دوائر ديال الحامض، وغادي نزين بشويه ديال الزيتون الخضر مقطع، فما عنديش هذاك الزيتون اللي كندير في السمك، فكيجي البنات داك الزيتون الاحمر مع السمك كيجي لذيذ بزاف صافي. هنايا خديت نصف اخر ديال العصير ديال الحامض، فغادي نعصره من الفوق ديالها، وغادي ندخل هاد الحوته للفرن اللي كيكون مسخن من قبل على درجه حراره 180 صافي. بعد ما غادي ندخلها للفرن، فغادي نخليها تطيب على خاطرها، غادي نشعل ليها الفرن البنات من التحت ومن الفوق ومن التحت، وغادي نديرها في الجهه التحتانيه. وبالنسبه للطريقه ديال الطياب، الا درتها هكا فاكيد غادي ما غاديش تطيب ليا ديال الخضر بسرعه، وفي نفس الوقت البنات غتجيني قاصحه. واخا طيب غادي تجيني ديك الطبقه ديال البطاطا الفوقانيه تجي قاصحه. فالطريقه اللي كنديرها البنات بالنسبه للطياب، وكيجي الطياب ديالها فتي بزاف لا هي لا الخضر. فكناخذ دائما ورق الزبده، وكنحاول نغطيها من الفوق بورق الزبده مزيان. فاللي ما بغاتش دير ورق الزبده مباشره من على السمكه، وغادي تخاف انه يتحل ليها من الجوانب، فتقدروا البنات ديروا هاد ورق الزبده وديروا من الفوق ديالو بابي الومنيوم وتجمعوا ليها الجوانب، اولا كديروا هاد الطريقه فهي طريقه اللي هي سهله، فبصراحه كيتجمع هادوك الجوانب ديال هاد ورق الزبده. بالنسبه للاخوات اللي غادي يقولوا لي ما عندهمش، فسيروا عند البقال اللي حداكم وقولوا ليه يعطيكم الورق ديال الزبده اللي كيدير فيه الزبده ديال العبار بالنسبه للناس صافي. وكتغطيو الحوته ديالكم، فهكا كتاكدوا انها غادي تطيب، وغادي تجيكم فتيه بزاف، وحتى الخضر غادي تجيكم فتيه. غادي نخليها تطيب ونتلقى معكم ان شاء الله باش تشوفوا معايا الشكل ديالها بعد ما طابت. وهذه هي الحوته البنات بعد ما طابت، فجات البنات هائله، ما شهيتكم فيها بصحتكم وراحتكم الغداء ديالكم حتى نتوما. بالنسبه لهذوك الجوانب البنات راه ماشي تحرقوا، غير مطيشه ملي كتبقى كطيب هي والزيت، فكترش على هذاك الطبيصير ومع الطياب فكيولي اللون ديالو هكاك في الجوانب. فكانت بصراحه واحد السمكه اللي جات لذيذه بزاف كيف ما قلت لكم، ما شهيتكم فيها صافي. غادي نتغداو ان شاء الله ونرجع باش نكمل لكم الروتين. وهنايا البنات باش نكمل لكم الروتين، فهذا نهار اخر المساء ديالو اللي غادي نشارك معكم الروتين ديالو. فهذاك النهار اللي صورت لكم فيه الحوته، فبصراحه العشيه كامله ما كنتش صورت حتى شي حاجه، ما كنتش مثاليه، وقلت ضروري انني نشارك معكم العشيه اخرى باش هكا ندير لكم هذا الروتين. فهنايا كنت خارجه البنات غاديه السوبر مارشي مرجان باش نشارك معكم الهميزات اللي دايرين تما، راني صورت لكم وغادي نحط لكم ان شاء الله الفيديو ديال الهميزات اللي دايرين في مرجان مور هذا الفيديو ان شاء الله. وهنا البنات بعد ما رجعنا من مرجان، فان شاء الله غادي نحط لكم الفيديو اللي صورت لكم، ما بغيتش نحطو لكم في هذا الروتين باش هكا ما يجيكمش البنات الفيديو طويل بزاف وتملوا. فبالنسبه للوجبه ديال الكوتي، فانا درت وجبه اللي هي سريعه بزاف، فخديت هنايا فقط الخبز اللي بقى ليا من الغداء، فخديتو وقريتو كيف ما شفتو معايا، وعصرت شويه ديال البرتقال صافي. وغادي نحط شويه ديال الفرماج وشويه ديال الزيت وشويه ديال المربى صافي. ومن طبيعه الحال غادي نحط القهوه وكويس ديال اتاي حتى كيقرب العشاء، عاد ديك الساعات كنعمروه وكنقصو ملي كنكونو كنتفرجو فكناخدوه صافي. ومباشره غادي ندوز باش نحضر ان شاء الله الوجبه ديال العشاء، ولكن قبل من هذا فغادي نشارك معكم الاشياء اللي خديت من مرجان، اشياء اللي غير كانت بانت ليا وعجبتني وخديتها، اللي كانت ناقصاني في البيت
صافي، ومباشره غادي نحضر الوجبه ديال العشاء اللي كنت شاركت معكم البنات في الفيديو الاسبوع اللي فات. واحد الوجبه اللي كتجي سريعه في التحضير ديالها وكتجي البنات غزاله بزاف، فملي عجبات الزوج ديالي بزاف فقال لي نعاود نطيبها ليه وطيبتها ليه، فغادي نشاركها معكم اكيد مره اخرى في هذا الفيديو. صافي غادي نمشيو نديروا الكوتي كيف ما قلت لكم، وغادي ندوز باش نست الحويجات كامله اللي جبت من سوبر مارشي مرجان، ونتلاقى معكم واحد شويه. صافي ناي بالنسبه للمشتريات اللي شريت في مرجان فخديت فقط هاد كونفليكس. صافي بالنسبه لهاد كونفليكس البنات كيعجبني بحال دابا هكا في الصباح ناخذو مع شويه ديال التمر شويه ديال الزبيب، وكنقطع فيه الفواكه مع الحليب كيجي البنات غزال بزاف حسن ما تاخذو غير هكا بوحديتو. صافي وخديت البنات هنايا الحليب غبره فكينفعني بزاف، من كل مره نبقى نمشي نشري الحليب في الحانوت. وداروا معها البنات مجانا هذا الحليب المحلى المكثف، فكتقدري تزيني به الكيك ديالك، لي كلاص، كتزيني به اي حاجه انتيا كتصوبي الفطائر او لا لي كريب. صافي بصراحه دقتو لذيذ بزاف. صافي وخديت هنايا هاد الجبن اللي غادي نحتاجو في الوجبه ديال الفطور، وكذلك الا بغيت نعمر شي حاجه بهاد الجبن. صافي وهنايا خديت هادي اللي داروا ليها ثلاثه ديال الساشيات ديال هاد لي مادلين، وخديت رايبي من طبيعه الحال. فبالنسبه لهذه هي المقضيه اللي جبت، وهاد الشبيكه البنات راه نفعوني بزاف بالنسبه للتنظيم ديال الاشياء في الثلاجه، فكنت شاركت معكم الطريقه اللي كنضم بها الثلاجه بهاد الشبيكات. اللي مازال ما شافتو فاكيد غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف. فبصراحه كتحطي الاشياء ديالك كل حاجه كتحطيها في هاد الشبيكات وكتجبديها بكل سهوله، وكتاخدي الاشياء اللي انتيا بغيتي. فدايره وحده فقط غير الاشياء ديال الفطور هكا المربى هكا بحال دابا هكا الفخوماج وكالجبن، وكنجبدها في الفطور اولا الكوتي. صافي غادي نستفاد شي ونرجع معكم. وهنايا دزت باش نحضر الوجبه ديال العشاء، فقلت لكم غادي نعاود هاد الوصفه. فهنايا البنات راه غير الوصفه اللي كنت صورت لكم عاود حطيتها لكم في هذا الروتين باش هكا الاخوات اللي ما شافوهاش يعاودوا يشوفوها، فما بغيتش نعاود نصورها لكم بنفس المكونات نفس الحوايج، فقلت ما فيها بس بلا ما نصور وناخذ لكم هذا الفيديو ونعاود نحطه لكم. صافي هنايا بالنسبه للاخوات اللي ما شافوش الوصفه، فخديت هنايا 4 ديال الحبات ديال البطاطا اللي حكيتهم بالحكاكه الغليظه، درت عليها شويه ديال الماء باش نخليها حتى تطلق هذيك النشا ديالها اللي فيها. صافي وخديت هنايا حبه وحده كبيره ديال البصله اللي قطعتها شرائح رقيقه وطويله، درتها في شويه ديال الزيت وخليتها تتشحرات، وضفت ليها هنايا الفلفله خضراء والفلفله حمراء اللي مقطعين اصابع اللي كتكون طويله ورقيقه. غادي نضيف عليها شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار فقط، وغادي نشحرها من طبيعه الحال، وغادي نخليها حتى كطيب عندي هاد الفلفله مع البصله. صافي فهاد الوقيته البنات فدازت واحد 5 ديال الدقيق، فخديت هاد البطاطا وصفيتها مزيان، وغادي نحاول ندوزها في الدية بهذا الشكل، غادي نعصرها مزيان من هذاك الماء اللي فيها باش هكا تنجح لكم هاد الوصفه. فجربوها وردوا عليا الخبر كيف، كاينين بزاف ديال البنات اللي جربوا هاد الوصفه وحماقوا عليها. صافي نايم من بعد كنضيف ليها ثلاثه ديال الحبات ديال البطاطا، وكيف ما قلت لكم البطاطا عفوا ديال البيض، فكل واحد كيدير الكميه على حساب البطاطا، فكان عليا هنايا ندير جوج ديال الحبات، والحبات الثالثه نضيف ليها غير شي شويه شويه بشويه حتى نحصل على الكثافه اللي بغيت. صافي بالنسبه للتوابل فدرت الثومه محكوكه، درت شويه ديال التحميره شويه ديال البزار وشويه ديال الملح. صافي وخلطت هاد المكونات كامله مع بعضياتهم كيف ما كتشوفوا معايا، ودرت عليها شويه ديال الربع. صافي ومن بعد كنخلط هاد وهنا البنات حتى خلطت الكل وبديت كنديرها في المقله، ونسيت ما ضفتش لي هذيك معلقه كبيره ديال الدقيق الفرص. صافي وكناخذ المقله اللي كندهنها بالزيت وكندير عليها كيف ما شفتوا معايا نصف الكميه ديال هاد البطاطا، المهم انها تكون طبقه اللي تكون رقيقه ماشي غليظه بزاف. صافي كتحاولوا تسرحوا ليها الوجه ديالها وكتوضعوها على النار اللي كتكون مهيله بزاف. فبالنسبه للاخوات اللي كانوا سولوني واش غادي تطيب لنا هذيك البطاطا، فاكيد غادي تطيب لكم البنات، غطيوها بواحد الغطاء وخلي فناي البنات مشى ليا داك المقطع اللي كنت كنصوب فيه هاد الفطيره، فقلت لكم فكتاخذوا ديك البطاطا كتسرحوها كيف ما شفتوا معايا في المقله اللي كدهنوها بالزيت، وكتخليوها حتى كطيب من واحد الجهه، وكتقلبوها كطيب من الجهه الاخرى غير واحد شويه، كديروا الحشوه في النصف، فكديروا هذيك البصله مع الفلفله، وكديروا عليها شويه ديال الطول
والفرماج حمر صافي. وكتعاودوا تسدوها بحال الشكل ديال الكريب، كطويوها غير على جوج وكتخليوها البنات حتى كطيب وكتحمر، وداك الجبن كيتحمر وكيجي يا البنات كتجي واحد الفطيره للوجبه ديال العشاء، كتجي هائله بزاف. تقدروا ديروا معاها سلطه اللي ترافقوا بها هاد الفطيره فكتجي هائله. فكنشكر كاع الاخوات اللي جربوها وقالوا لي حماقوا عليها وليداتهم وحتى هما حماقوا عليها وغادي تولي معتمده عندهم. فاللي بغات تعرف الوصفه بالتفاصيل فان شاء الله تمشيو الفيديو ديال هاد الوصفه وتعجبكم ان شاء الله هاد الوصفه وتجربوها حتى نتوما. فكنوعدكم بزاف ديال الوصفات اللي تكون ناجحه وسريعه وتكون بسيطه من طبيعه الحال. صافي وصلنا دابا للنهايه ديال الفيديو، كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتسناو مني كيف ما قلت لكم فيديو على الجوله اللي درت لكم في سوبر مارشي مرجان بالنسبه للاخوات اللي كيهمهم الامر وقالوا لي ملي كنت شاركت معكم في البوست بانني راه غادي نمشي لمرجان باش ناخذ لكم فيديو على الاشياء اللي دايرين، فكنتو طلبتوني باش نصور لكم ونحط لكم فيديو في القناه. فنتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وما تنساوش تخليوا لي لايك في هذا الفيديو.